نبي يا ريان تمثل لنا مشهد. وينه؟ شعورك بمشهد مادة كنت متأكد أنك بتحملها ونجحت فيها. شعور؟ يعني كأنك أنت مختبر مادة. حلو. وكنت ضامن 100% أنك ما راح تنجح بالمادة هذه. تمام. وفجأة يوم طلعت النتائج طلعت ناجح. أبغى الشعور تمثله هذا قدامنا. طلعت ناجح ولا رسبت؟ أنت حاط ببالك أنك ما في أمل تنجح راسب راسب. فجأة طلعت النتائج ونجحت. أساعدك يا أنت بتكون مدرس. يلا لك دقيقة ريان نبغى النتيجة. ايش الجو بس يا ولد يا ولد ايش ذا بيساعدك سياف ما ادري ايش الفكره بس بيساعدك سياف السلام عليكم في مويه بارد مش عارف عليكم السلام كيف كريم السؤال ده يا استاذ ما عرفت خل السؤال ذاكرت اختبار البارح اي ذاكرت شفني قاعد احل يا استاذ بس ان السؤال ده ما عرفت يعني ما غشيت لا ما اللي ذاكر لك امي أمي الله يخلي لك أمك آمين بس السؤال السؤال وش ذاكرت أنت شو ذاكرت شوف السؤال هذا ما أعرف أنا أكلمك طيب أبشر شو ذاكرت ذكرت كل شيء ملخص ولا الكتاب ولا دفتر ملخص أنا تدري البارح يوم شفت درجتك إن أغمى علي دقيقتين أستاذ خلصت خلصت هذا اختباري أستاذ ها هذا اختباري من اللي غشك أمس ما حد استاذ والله العظيم اني تقول لي مل واني حتى حليت السؤال الاول اي بي بعدين حطيت سي جي انا ما اعرف الاجوبه ترى ما قلت علمني من اللي درس تقول لي امي انا امك لا تشيل علي طيب اشيل على امك طيب تبغى تعرف درجتك ايوه والله والله العظيم استاذ شوف 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 الصدق انا والله جبت العيد كم تستاهل اني اعطيك اعطيني درجه كم 20 من 20 والله العظيم استاذ اني ما كنت احلم فيها ايوه استاذ والله استاذ من فضل دعاء ام والله مذكرت امي الله يخلي لك امك يا ريان الله يخليك كم باقي دقيقه يا شباب